بسم الله الرحمن الرحيم. كان في جرح برجلي مقدم السكر، بعدين يعني شوي لا ما يلا، عرفنا الدكتور ياسر بالتليفونات، العيال طلعوهن. يا هلا، هذه الحالة من الحالات الصعبة، وأنا اللي بالعكس اللي أفتخر فيها، لأن المريضة أنا أعتبرها مثل خالتي أو أمي أو واحدة من أهلي، وكانت تبحث عن علاج لسنوات طويلة، كانت عند أحد المراكز وراسلت مستشفيات حتى خارج الكويت، بعدين وقعت علي بالصدفة أو سألت عني، والحمد لله وبديت معاه الخطة العلاجية، وكانت جدا متعاونة، وهذا شيء مهم في تعاون المريض مع الطبيب، والحمد لله ما كانت تمشي، والآن مثل ما أنتم شايفينها يعني ما شاء الله تمشي ورايحة وجاية وتتواصل معاي، يعني دائما خلاص صارت يعني مثل واحدة من أهلي، يعني وأنا جدا سعيد في النتيجة اللي وصلت لها. جينا عنده سوالي عملية والحمد لله نجحت العملية، تعدلت الرجل. أي الحمد لله. أي والله، ولا أول شيء حط حديد، بعدين 4 شهور شالوه، بعدين جبصه، بعدين الحمد لله منفكه، الحمد لله مشيت وصارت الأمور زين. أي والله الحمد لله. أي والله، أول بالعصا بعدين بدون عصا، لا أمشي يعني كود عصا وفيني هذا الجوتي هذا. إيه بعدين عاد سويت العملية الحمد لله بدون جوتي بدون أي شيء، حتى العصا ما أخذوا معي، ولله وللدكتور ياسر يعني الحمد لله. 9 سنين وأنا يعني يهلون بجري قدم السكر أروح وجي، 9 سنين. الله يسلمك، مشكوري. مستشفى المواساة الجديد، نرعى الأجيال.